طيب بص يا استاذه منى، خليني اقول لك يعني يعني انا هستفيد ايه اما واحده تصحى من النوم الصبح لابسه هدومها البيجامه ولا لابسه الهدوم اللي في البيت اللي هي اصلا ما بتخرجش بيها بره، يعني هي اصلا مش بتخرج بيها بره في الشارع، تقوم جايه فاتحه الكاميرا وادي بلوجر الفلانيه ولا الفاشونيستا العلانيه ونشوف ادق. انا مالي انا، انت صحيتي عملتي ايه ولا روقتي سرير ورحت عملتي لك يعني ده هيفيد بايه؟ ده فضول النظر، المعرفه. الناس اصلا تقول اكتر فيديوهات مسمعه الناس كلها بتتفرج عليها بالملايين حياه الاخرين. يعني احنا بنقول لك انك انت بس عشان تسال انك تبقى عندك فضول كلام ولا الكلام ده، سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول انذركم فضول الكلام، فبالك فضول النظر والتجسس، بحسب امرئ من الكلام ما بلغ به حاجته. بس عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لنا ايه، وكان يعني وده نهج، امرنا بالامساك عن اللسان، ناكل خير او يصمت. كان حديث سيدنا سفيان بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله، يعني قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. قال يا رسول الله وما أخف ما تخاف عليه؟ قال أمسك عليك. دلوقتي بقى مش أمسك عليك لسان، النبي صلى الله عليه وسلم مسك بلسان نفسه كده، قال هذا اللسان. ما بالك بقى أدي عندك فضول النظر، فضول التتبع، الكلام، الغيبة، النميمة، الشات اللي بيتعمل جروبات كاملة على حياة فلانة، ثروة علانة، دخل فلانة، مش عارفة بيشتغلت فين، ده راحت فين، الكيس اللي داخلين بيه، ده الشراء اللي اشتروه، ده الشنطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ مثل المؤمن مثل النخلة لا تأكل إلا طيب ولا تضع إلا طيب. فما بالك أنت عمالة تقولي في سيئاته وفي ذنوبه وتدخلي في حياة الآخر. لسان المؤمن ده اللي لا يقول إلا طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، اللي هيسكت. فما بالك بقى أن أنت قاعد بتتدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن لا تزال إن لن تزال سالما ما سكت، طول ما أنت ساكت أنت سالم، فإن تكلمت كتب لك أو عليك. عطاء بن رباح كان بيقول من قبلكم كان يعدون فضول الكلام. ايه هو فضول الكلام؟ بره الكتاب والسنه، يبقى القران مش فضول كلام، امر بمعروف ونهي عن منكر، او تنطق في معيشتك الحاجات اللي لابد منها، بعد كده فضول كلام. عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قاعد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يبقى الواحد يستحي يستحي ان تنشر صحيفته وفي فضول نظر وفضول تتبع وفضول كلام وفي امر الاخره صفر. تطفل وفضول الاستماع او التجسس، الكارثه بقى ان لو شخص ده دي مهنته، استغفر الله، فضول الاسئله اللي انت بتقولي عليها، فضول تتبع في الشات ويكتبه طب ده ايه؟ طب ده ايه؟ او في التعليقات وده ويفضلوا هو الموضوع ايه؟ طب ما تحكوا لنا، ربنا يعافينا واياكم، داخل بشنطه ولا داخله بيركز هو ايه الامر؟ اصل المتطفل ده السيء ده فضولي ده فضول سلبي، فاقد ثقه بنفسه، ما بيعرفش يتواصل بطريقه صحيحه مع الاخرين، تواصله اصلا اما سؤال هجومي او اقتحام ويجبرك انك تتكلم على حالك وعلى دنيتك وعلى عيشتك. ضرر الشخصيه المتطفله الفضوليه السلبيه دي على المجتمع والاسر النفسيه، تفكك روابط الاجتماعيه، الناس والاقارب مش عايزين يشوفوا بعض لان خلاص هيبعدوا عن المؤذي ده. ضرر المتطفل في بيئه العمل، ضعف، ما فيش روح تعاون، ما فيش روح الفريق، يعطيك صفر انتاجيه، النفوس شايله، ناس انت بتشتغل وحاسس نفسك عليك فوكس ومركزين عليك في ادق الخصوصيات. نعم. ثالث حاجه ارتباك نفسه ذات نفسه والشخص اللي ملاحق دوت عايز يبعد عنه فيكذب، استغفر الله، فيوقعه في الكذب عشان مش عايز يرد على اسئلته المتطفله دي. رابع حاجه انتشار الاخبار بقى الكاذبه، ما كل واحد بيحلل بقى، فيحصل عزله اجتماعيه، يحصل اكتئاب، يحصل انطواء، لا كل ده عشان ما يواجهش الشخصيه المؤذيه دي. كمان من اضراره، ودي خامس حاجه، الحسد، الغيره، شعور بالكراهيه، المقارنات اللي بتهد البيوت، الغضب تجاه الاخرين، التعامل معاهم اتجنبهم. لا. رقم اتنين غير الموضوع. رقم ثلاثة عبر عن استيائك، ما تجيش واحدة تقولي لا أصل أنا ما بعرفش أقف، لا وقفيهم. رقم أربعة اطرح أنت السؤال ده هيفيدك بإيه؟ اطرحي أنت السؤال، لما سؤالك بتسألين ده هيفيدك بإيه؟ هو أنت ليه بتسألي الكلام ده؟ أنا مش شايفة صراحة ضرورة إن أنا أجاوبك على السؤال ده. بس واحد بيسألك على تفاصيل في أدق تفاصيل حياتك، لا ما تردش عليه، وانت يبقى عندك المقدره عن الدفع ووقف الغضب ده
وردي سؤاله سؤال، هو ايه المهم انك تعرفي حاجه زي كده؟ اسمعوا الكلام اللي انا بقوله ده واكتبوه وردوا بيه. طب هي ايه الاسباب اصلا خلتك تسالي؟ ان وجهتها لنفسها، شغلتها بنفسها، ايه الاسباب؟ بتسالي كده ليه؟ عايزه تطمن، ادعي لنا. شكرا. الاسئله هتجعله هو يجيب عن حاله هو بس، وخليكي تديكي نظره اصلا هو مين الشخصيه اللي قدامك دي؟ طبيعه الشخصيه الحقيقيه دي ايه؟ وضعها ايه؟ خامس حاجه برضو من ذكاء التعامل مع الشخص المتطفل ده، ما تتركش فرصه للسؤال اصلا من البدايه. انت عارف انك هتقابل شخص فضولي او في اجتماع عائلي او زميل او حاجه لابد، خلاص ما تدلوش فرصه انه يسترسل معاك في الحديث ولا تسترسل معاك، زحمه انت بالاسئله. إيه القي انت التحيه والسلام يا جماعه او كده، او انك انت قاعد منشغل بالموبايل مثلا او بقرا كتاب بس، ما منعهوش الكلام ده، اجب باختصار شديد جدا جدا، وحول انتباهه لحاجه تانية. لما قلت لك قولي السؤال، لو انت يعني او انت مثلا بتحبي ليكي في المزاح او كده وبتاع، هر يعني زي ما قلت لك، واحد بيسال عن مرتبك كام مثلا، طيب نقول ايه، انت شغال في الضرايب؟ هتجيب في الضرايب السوداء اللي جايه علينا، او اسهر اقول له مثلا اه لا والله الموضوع ده فيه حسد وبتاع والكلام، ما بجاوبش على الحاجات دي، او الامر ده ما بحبش اجاوب عنه، قطع على طول. كمان اسلوب الانسحاب، طريقه الرد على اسئله الفضولين دوت عن طريق ايه؟ الانسحاب. طب ممكن استاذنكم بس بالخروج شويه وكذا، ورايا شغل بسيط، ورايا عمل هنجزه واجي. لو عبر الهاتف مثلا او بيتكلم وكده، طب معلش اصل ده وقت الغدا، طب معلش اصل الصلاه اذنت هروح كذا، لا ورايا، طب استاذنكم بس. وخصوصا لو القرابه درجه اولى او عيله او كده، وعبر عدم رغبتك الحقيقه في الرد على الاسئله الفضوليه دي. تامن حاجه كمان عندنا ردود تقديم المشيئه، ودي من انجح الاساليب على فكره، اللي بتخرجك بره ان شاء الله دعواتكم باذن الله، والله الله المستعان، ان شاء الله ربنا. هي بتقول ايه ده ملوش علاقه بده؟ لا ده رد دبلوماسي. حاول تردي كمان بطريقه لطيفه، وخصوصا لو الناس كبيره في السن او كده. طب لو حد كده والله علمه لا ينفع وجهله لا يضر، ما بحبش اجاوب على الحاجات دي. حياتك الخاصه وحياتنا الخاصه ملكي، نعم، وما هياش كتاب مفتوح للناس، ولا انت مضطر ان انت تجاوبي على كل الاسئله. وبعلم البنات كده علشان ما حدش يقول لك اعمل ايه فتكذبي، يعني ادفعي الكلام انك تكذبي عشان ما تجاوبيش على الحاجات بتاعتهم. لا، عبر بطريقه ايه، انسحب، قولي الكلمات والجمل اللي انا قلتها لكم النهارده احفظوها، قولي العبارات بس غير مسيئه، بس بتوضح عدم رغبتي ابدا، لا تلميحا ولا تصريحا، بذوق وبادب. واجيب اجابات منمقه او سؤال مغلق يقفل الامر. وربي اولادي على كده، فاكرين لعبه اسرار بيوت؟ لا، اسرار بيوت ما بنتكلم فيها. ونعمل، كان في ام عامله فيديو جميل جدا تعليم لاولادها لبناتها، لما نجاوب حد يسالك سنك كام سنه، ماما فين، اتغديتوا ايه النهارده، هتخرجوا الخروجه بتاعت الاسبوع الجاي فين، طب خرجتوا المره الجايه، بابا زعق لماما، طب انتوا كلتوا ايه، كلتوا لحم، جابوك جاب لكم فاكهه. الاسئله اسرار، اعلم البنت اسرار بيوت، ما بجاوب على مثل الاشياء. نعم. اسرار بيوت، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. هقول للماما انك قلتي الاسئله دي، وابقى معلمه اولادي حسن استمتاركم ما لا يعني، ادب الاستئذان، لعبه اسرار بيوت، ويتعلم الطفل ان هو للشخص اللي قدامه ما تسالنيش عن حاجه لا تخصك، امور تخصني ما تسالش عنها. نعم، جزاك الله خيرا دكتوره. الله سبحانه وتعالى يجنبنا الناس دي في حياتنا وحياتك يا رب، اللهم امين.